السلام عليكم ورحمة الله، معكم ايديكس النوب في مقطع جديد زي ما تشوفوا. شكرا على انتظاركم الفترة الطويلة حتى النوب ايديكس ينزل مقطع، وان شاء الله هذا المقطع ينزل. طبعا لعبت انا مليار مرة، صورت مليار لقطة، لكن للأسف كذا يعني ما انتج. بس بإذن الله متفرغ انا الفترة الحالية، راح نزل لكم مقاطع نار. انا مستغرب بس شيء غريب ان القارب هذا ليش كذا، يعني قوارب ما ترسبن كذا. يمكن يكون في شخص ميت. Nothing. فبس يا شباب لا تنسوني اللايك والاشتراك، وبرضو اللايك مهم يا شباب في هذا المقطع حتى اشوف لو في دعم او لا. فدايم او ماي جاد، فالدعم في هذا المقطع مهم بالنسبه للايكات وتعليقاتكم، وشكرا مره على انتظاركم اني نزل مقطع. فراح احاول ابني بجنب اوت بوست، لان في هنا فايتات كثير، وعلى الاغلب اغلب الناس باني هنا بجنب اوت بوست. فمهمتي اليوم الصراحه اني اكونت الريت او اسوي ريت نفسي، مالتوف، اكسبلوسيفز، اي شيء مهم راح يكون في ريد باذن الله. دي بي انا ابغى شوتجن حتى اقدر اكونتر براحه، يعني المفروض انا في الطريق حتى افرم، لكن اخوكم ايديكس غبي يعني مجرد يدور بيوت طاحت كده. وات اونلاين، هالو مان، كان اي فارم فور يو، كان يو جيف مي بيكاكس، اي جيت سولفر فور فري، اي فارم فور يو. راشا برو، سولفر زيرو، سولفر بيكاكس مي تشا، سولفر بيكاكس. عندي اذبح امك. يس ثانك يو. اذبحك بس. اي برينج لوت. بليز المسكين هذا راح علمه درس مر في رست، اللي هو نيفر تراست ان رست كذا، يعني كانها قافيه. نيفر تراست ان رست. اي جيف يو. اقول له اي جيف يو، كم انت حقير يا ايديكس. ما بيفتح، ذكي. اتوقع هذا طبيلة دي قبل. عنده واتر باي. لا يسحب. راح اموت انا واس. No way. طيح بليدنج. كمان شيل نفسك، كمان. يلا شيل نفسك حتى اروح شيك البيس، يلا. كمان. 2 1 ريفولفر 100 سولفر. نو. لو الاقي في الطريق بس. يا رب في رصاص. وين ام الهاتشت؟ ما لقيتها. شيت، لو الاقي 200 خشب اقدر اصنع بو. بيس اوف شيت. Go away trash. غبي. سويت لل 1 2 3 باك. بس الريسايكلر ضعيف هذه المنطقة، لكن وات كان اي دو. كراب، لو ادبلها وتصير 1000 سكراب، ايش رايكم؟ والله لا اجرب. Let's go, let's go. اوكي حاليا بعد ما 10 وكذا سكراب ما احتاج القمر. كان عندي انا كوخ في هذه المنطقة، لكن على الاغلب اتريت هذا الصندوق.
تريد برضو كان في بيس لسه موجود، بس هذا مسيطر على المنطقة. غير اسوي كوخ مؤقت يا شباب، بليز لا احد يتكلم، مؤقت المرة هي بجد مؤقت. بيس سويت بيس وات ذا هيل سبلايدر. المشكلة ما عندي سلاح بوش له، ما ادري في صوت بزر قاعد يصارخ، لكن تسوي نفسكم يا شباب ما تسمعون عندنا ضيوف. المهم ان شاء الله بس الحق على الدروب قبل ما ينزل. والله في لوت. في اكسترنالز ما في فايدة حتى اضيع وقتي. What the hell man. والله اذبح امك بعد ما دمشتني. والله ما لوت الدي بي، عندي احساس كان ما راح يلوته. او ماي، ادعي عليه دعاء رستي ان شاء الله يا رب ما تلاقي اي كي شهر كامل، ما تشم ريحة الاي كي. هذا البيس اللي تأكد هو نفسه صاحب البيس. الارمور 300 ليتس جو. بعد ساعة تقريبا هذا بس راح تهديكي. اقسم بالله لو اموت من هذا الدب الملكلك. او ماي جاد، قاعد اموت وانا ملقلق. فاولكم يا شباب، معكم هيديكس المونتج. فزي ما تشوفوا بعد كم ساعة رجعت بديتي دسبلت لان لقلقت وما قدرت ارجع لوت نفسي، كان مجرد ريفولفر دي بي. المهم فرجعت لهذا الريد زي ما تشوف، في اخ شخص سيلة ولوت كل شيء مع الاسف ما لحقت عليه. فبعد شفت هذا الشيء رحت رجعت لبيتي وسويت بيت حديدي 1 باي 1 بباب حديدي، وبرضو حصلت على سبلاي دروب الحظ يعني رسبن سبلاي دروب جاب اوتبوست. فرحت هناك لوتها حصلت على سامي كاستم سلاحين حلوات، وبرضو رحت لهذه وش اسمها الورد بنش ليفل 2 اخذتها من الريد وسويت ريد بالمولوتوف. كان ازبل ريد في حياتي. وبس كانت هذه هي كل شيء. بعد سويت البيس رحت اوف لاين وشوفوا وش صار في اليوم اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله يا شباب. زي ما تشوفوا من حرفيا من اول حلقة من اول يوم رجعت فيه تريت اوفلاين ريد للأسف 50 دقيقة بس من بعد ما طلعت اوفلاين. فهذا الشيء مرة خايس، بس اتأكد اني حفظت الاسم بس. نو وات، لا مو متريد انا ولا انا اتخيل، بس كيف ذبحني هذاك؟ لا والله متريد. No way يا شباب، no way. ايش اسم امه هذا؟ ما ادري ايش دخل امه. كوزيان، كوزيان. شيك لو كوزيان موجود في السيرفر او لا. لو موجود في السيرفر ايزي نلاقي بيسه. اوكي حاليا السؤال ايش استفاد هذا؟ اوكي انا راح اطيح بليدنج، لكن هو ايش استفاد؟ راح يظل دقيقة وات ما يموت. اذبحوه. يريد كان لوت بي.
You have timer. You wasted your time. You wasted your ammo, and you're not gonna loot me. You're stupid. You're trash. No, هذا راح يطيح لك الحديد. ومعروف الحديد يعني ياخذ وقت طويل حتى بالذات يعني الأبواب. ياخذ وقت حتى تهديك. Shit me. What the hell is this? هذا بس مو مكتمل. لكن تصميم حلو. دب قاعد ياكل شخص. What the hell? Pick me up. I have nothing. Thank you, man. Do you have water? I need to heal myself. I'm dying. Cold, cold. Bandage, please. Bird. هذا هو اللي ريدني. لحظة. كوزي وان كوزي وان تشارشي تشوم. راح اضطر ارجع للتس. كوزي وان هو نفسه صاحب البيس اللي شيت مان. 17 هيلث راح تهديك. اي نو نو يسي راح اعطيه دي كي راح يرجع ويذبح لي. اوهو ايش الحل؟ ايش الحل؟ فكر يا اليكس. 17 راح يطيح حاليا. ونفس اللي ريدني الكلب. نوبن اي نيد ات. احتاج التير 3 يا اخي. يب في تي سي في الداخل. نو واي راح يرجع بسلاح ويذبحني. كروس بو بليز. حصلت ارواد لكن ما عندي سهم. كيف اضرب ام الارواد؟ اوكي هذا راح يكون ضحيتي للاسف. هذه ضحيتي للاسف. I'm sorry, man. مو قلت لكم ضحيتي أنا للأسف. عندهم خ. شيت عندهم كلوت لكن. ما لي سهم أدري ما راح يسوي شيء. وراح آكل قندرة. لكن على الأقل أدافع نفسي. رجع ناكت. لسات البيس ما طاع دي كي مان. والله متأكد راح يرجع بسلاح. لاني افك هنا الين اسمع صوت التكسير ابوش. هذا حل الوحيد. ضربني هيد شوت. نو نو ما كنت اشوف. كل عشان الليل يا اخي. كل عشان الليل ما كنت اشوف. كان ايزي كل. والله كانت اسهل ايزي كل في التاريخ. جايني بنايت فيجن. شسب ام النايت فيجن بسايلنسر. وكيف ما مات اصلا. لسه تنكمر. Why you come? والله حرام. ما اقدر لا اجيب بيسه لا اذبحه لا اسوي اي شيء. ليش؟ بسبت انه ليل ما اشوف. اعمى اعمى. والحظ حاليا انا متت. البيس راح يطي راح يطيح. انفتح يا شباب. تي سي مقفوله.
لو حصل سهم بس. في شخص قاعد يسوي ريسايكل. هو نفسه اللي بيكسر التي سي. عرفت لان النوب الوحيد يلعب سايلنسر. يب. اوكي خسرت الفليم اروز، خسرت، راح يجي يكسر التي سي. جي جي. قاعد يسوي ريسايكل اللوت اللي حصل على راح اريده. هذا الكره حاليا كلها متجهه لشخص واحد، وراح اريد امه اصلا دي بي على السريع بس. لكن اعطيته انا فليم اروز راح يكسر التي سي بكل سهوله. هذا اخر حل اصلا دي بي وادعس امه. يلا يلا يا ذيك، يلا تقدر 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 بسرعه، تقدر نقدر بسرعة أصنع دي بي. قاعد أعطي معنويات وهمية لنفسي. كمان كمان كمان. حصلت خشب كفاية. طلقتين دي بي. كفاية ولا نقول بسم الله؟ قبل كل شيء لازم نقول بسم الله. مو نفس الشخص لأن النوب أعرف أنا يستخدم سايلنسر. Thank you, you trash, you trash. مسكين تلقاه مقهور حاليا بيمسح اللعبة. أعلمك لعبة راستي يا نوف. أنا مو مصدق. لا موت من أوت بس بس وأنا مو مصدق. شباب نسترجع وش لقيت أنا من هذا الريد. أول شيء الطاولة البلترية سيمي، شيل أم السايلنسر، حديد، سكراب. أنا ما أحتاج سكراب حاليا فراح أشتري أغراض حلوة. كما تدين تدان. متأكد أنا هذا كله اللوت من الريد. حاليا أنا مشهور في الشات. الروسي قاعد، الروسي طلع قاعد يكتب لي بوخة. الروس بدل ما يكتبوا ها يقولوا خ انه مروس. المهم فقاعدين يتكلمون بالروسي علي. وشي ما شي ما تير تري. I take your tier 3. حسب بس هذا الاتجاه كين راح يحسبني اني رحت ذاك الاتجاه. هو مو ريد، هو اتوقع يريد ال اوكي هذيك الجهة ما راح اروح انا. هنا منطقة حلوة دايم لما يكون في أشجار منطقة حلوة. شوفوا 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 شوف هذا الشيء الحلو بس. اوبا 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 او ماي جاد. هذا الروسي علي راح ينجن ينجن مسكين. صاحب الكاستم قتل صاحب الايكا.
ما قدرت الوت، قلت امي لوت لان عندي لوت. ارجع بحصان على السريع. مشكلة هم جيراني واكتف وعندهم اسلحة وانا نوب اخذت منهم اي كل. وسارق طاولة ليفل 3 فما تكمل بعض على القصة، فهمتوا؟ وا ها ها شيت عندهم هيك. هوب هم الروس قاعدين يدورون اي بيس او باب باب باب. اتوقع اني اطلع من اللعبة احسن لي، صح؟ عندي احساس افضل شيء اسويه اطلع من ام اللعبة. يصفق له. نو البعيد مات، الغريب ما مات. ثلاثة لازم اجيب جيرز حتى لو نيكت. جيرز جراج دور. السلام عليكم. لنا راح يدورون كل ام بيت في المنطقة. جيرز جراج دور. بس بيسهم صغير مرة الروس. اتوقع لما ارجع اونلاين بعدين اقدر اريتهم، لان بابين حديد بس في صناديق كثير. فيا شباب الحلقة القادمة باذن الله راح احاول اريد الروس طبعا بتفجير بابين، لان عندهم اصلا فرنس سبيس فريتش ريتش، فراح اكسر البابين استخدام اكسبلوسيف ايمو لان عندي اي كي. جيرز 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 مين اعطوني جيرز يا اخي. لان ديزل نايس لكن انا ما جيت هنا عشان الديزل يا اخي. شوف 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 قاعدين روس يتكلمون في الشات. اشيك ابغى اعرف كم عنده ساعة. هذا كوزي اللي ريدني النوب عنده 1000 ساعة. وات عنده 100 ساعة. وات معقولة 100 ساعة؟ هو نفسه. ابغى ارجع التصوير يا شباب، ارجعوا انتوا برضو في المقطع شوفوا اللي ذبحني. هو نفسه هذا الشخص جيرايا اللي عنده 100 ساعة تريبل هيد شوت. بدينا في ال نفس الشخص اللي عنده 100 ساعة ذبحني كذا يعني. المهم مو علينا، صارخنا منهم اي كي. لايف از جود. هذا بيسي، هذا بيسي يا رسمن. اوكي هذا مو بيسي. مهمة انتحارية لكن والله لا احاول اذبحه عشانكم يا شباب، عشان المتابعين. شيت 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 قاعدين يريدون. هذا ضد الروس. شيت البادي هذه فيها كل اللوت. برضو في بدل ام بي 5 اللي ذبحته. كل من صاحب الويكي اللي غدرني. تهيل انا مات مات. هذا الهاكر اتوقع اللي كل ضربة هيت شوت. تشيتر هيد هيد هاكر. ماي هورس ماي هورس. ممكن اكثر كنز حصلته من ام الريد الزبالة هذا الحصان. انا قلت راح اريدهم تريدهم قبل حتى ما اطلع من السيرفر. اخيرا
اوكي حلو، ارجع بس اوديب واحط جراج الدورز. اتوقع ان كده تكون نهايه الحلقه. الحلقه كانت طويله ومثمره. المشكله سويت انا الباب الاتجاه الغلط. اي او ماي جاد قاعد يطير. اوكي اهم شيء بابين جراج دور، باب جراج دور اقصد. بعدها اروح الريد ارجع بدي بي. كويس ان تكون عندك طول ليفل 3، كل شيء ينصنع بسرعة. تشيتر والله. لو هو هذاك جيراي هاكر ده، مو جيراي. هولي شيت كلهم جتتي. لوت الدي بي الحثالة هذا، الحثالة النوم عبتو. اتوقع ان هذه نهاية المقطع. انتوني الشباب من لايك والاشتراك، وهذا البيس ما ادري اريده ولا في المستقبل ان تريد. فسنوني لايك والاشتراك، اللايك برضو مهم لان هذه اول مقطع بعد السحبة. وبس كان معكم ايديكس، يلا باي باي.